وطني نفي ثم بزوغ فجر الحرية والاستقلال. والآن يسرنا أن نقدم لكم أنتم مفردات أكبادنا عدة متكاملة للاحتفال بهذا العيد، ألا وهو عيد الاستقلال، عيد الحرية والكرامة الإنسانية. نستهل لقاءنا هذا بتجويد آيات بينات من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا التلميذة زينب الوالي من القسم 3. يخلد الشعب المغربي في 18 نوفمبر من كل سنة
أجواء من الفخر والاعتزاز ذكرى الاستقلال التي فسدت انتصار إرادة العرش والشعب والتحامها الوثيق للدفاع عن وحدة الوطن وسيادته مقدسة. وتعد هذه الذكرى مناسبة لاستحضار التضحيات الجسامية التي بذلت في سبيل الدفاع عن الوطن وتحريره من الاستعمار الفرنسي والإسباني الذي تهمى بهم المطاف بجلاء مع بدوء فجر الاستقلال. وبتخليد هذه الذكرى المجيدة يستحضر المغاربة السياق التاريخي لهذا الحدث العظيم الذي لم يكن تحقيقه أمراً سهلاً أو هيناً، بل ملحمة كبرى طافحة بمواقف رائعة وعبر ودروس بليغة وبطولات عظيمة وتضحيات جسام وأمجاد تاريخية عكست الوطنية الحقة في أسمى وأجل مظاهرها. ومن أبرز هذه المحطات التاريخية التي ميزت مسار الكفاح الوطني الزيارة التاريخية التي قام فيها أبو الوطنية وبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس إلى طنجة يوم 9 أبريل 1947 تأكيداً على تشبث المغرب ملكاً وشعباً بحرية الوطن ووحدته الترابية وتمسكه بمقوماته وهويته. وبعد هذه الزيارة الميمونة لقيم التحرر والانعتاق من الاستعمار اشتد تكهرب السلطات على الفرنسية، خاصة أن جلالة المغفور له محمد الخامس لم يخضع لضغوط سلطات الحماية، فكانت مواقفه الرافضة لكل مساومة سبباً في شعور المستعمر في تدبير مؤامرات النبي. وكلحظة التحام الأمة تعكس ذكرى الكفاح الشجاع لشعب التوحد وراء ملكه. انطلقت شرارة ثورة المغرب الملك والشعب يوم 20 رشد 1953 التي يعود الاحتفاء بها مناسبة من الأجيال الصاعدة لإدراك حجم التضحيات التي بذلها أجدادهم للتحرر من الاستعمار واسترجاع المغرب لاستقلاله سنة 1955. واتصلت الإرادة القوية للأمة بتناغم عن عرش للدفاع عن القيم الوطنية المقدسة ضدا على مخططات المستعمر الذي لم يدرك أنه بإقدامه على نفي رمز الأمة. جلالة الملك الراحل محمد الخامس وأسرته لم يقم سوى بتأجيج وطنية المغاربة والتعجيل بنهاية عهد الحجر والحماية. وفور عودته رفقة الأسرة الملكية يوم 18 نوفمبر 1955 من المنفى إلى أرض الوطن، أعلن الملك الراحل عن انتهاء نظام الوصايا والحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، مجسدا بذلك الانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر وانتصار ثورة الملك والشعب. وشكل الاستقلال نصرا مبينا وحدثا تاريخيا حاسما توج بمجد مراحل الكفاح المريري الذي تلاحقت أطواره وتعددت صوره وأشكاله في مواجهة الوجود الاستعماري المفروض منذ 30 مارس سنة 1912، حيث خلد المغاربة أروع صور الغيرة الوطنية والالتزام والوفاء، وبذلوا أغلى التضحيات في سبيل عزة الوطن وكرامته والدفاع عن مقدساته. فكثيرة هي المعارك والانتفاضات الشعبية التي خاضها أبناء الشعب المغربي بكافة ربوع المملكة في مواجهة مستميتة للوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري. ومن هذه البطولات معارك الهري وأنوار أبو غافل وجبل بازو وسيدي بوعثمان وقلب أيت بعمران والأقاليم الجنوبية وغيرها من المعارك، معارك التي لقن فيها المجاهدون للقوات الاستعمارية دروسا في الصمود والمقاومة والتضحية. ومن روائع الكفاح الوطني ما قامت به الحركة الوطنية مع مطلع ثلاثينات القرن الماضي للانتقال إلى النضال السياسي والعمل الوطني الهادف بالأساس إلى نشر الوعي الوطني وإذكاء الهمم في صفوف الشباب وداخل أوساط المجتمع المغربي. بكل يجدد الشعب المغربي تأكيد على موقفه الثابت للتعبئة العامة والانخراط الكلي في المراحل الكبرى للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب وقيم الانفتاح والوسطية والحوار، كما تعتبر هذه الذكرى برهاناً على إجماع المغاربة وتعبئتهم للتغلب على الصعاب وتجاوز المحن ودليلاً على تشبث وثيق مقدس ساح الوطن الذي أبان عنه جميع المغاربة من طنجة إلى الكويت. وسيرا على نهج جلالة المغفور له محمد الخامس ومن بعده جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراهما، يشهد المغرب
الرشيدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس العديد من الأوراش التنموية والإصلاحات الكبرى التي همت مختلف المجالات. ويعمل صاحب جلالة الملك محمد السادس على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات وإعلاء مكانة المملكة بين الشعوب والأمم في إطار من تلاحم وتمازج بين كافة شرائح الشعب المغربي وقواه الحالية، وذلك في أفق كسب رهانات التنمية المندمجة. وبعد إرساء ورش التنمية الاقتصادية والاجتماعية يواصل جلالة الملك محمد السادس اليوم سيرا على نهج جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني هذه الدينامية المتجددة عبر إرساء أسس اقتصاد عصري وتنافسي حديث وتكريس قيم الديمقراطية والمواطنة. وتعززت في عهد جلالة الملك محمد السادس روابط التعايش والالتحام بين العرش والشعب من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية والنهوض بالتنمية السوسيو اقتصادية في إطار مغرب المؤسسات والديمقراطية. كانت هذه أبرز المحطات الميدالية التي جسدت تلاحم الشعب والعرش والتي أدت إلى الحرب والاستقلال. شكراً على تتبعكم والسلام. النجيبتان على هذا العرض القيم بلغة تاريخية واضحة لتخليد هذه الذكرى العظيمة. والآن نمر تعزيزاً وفخراً لهذه الذكرى العظيمة وتزكية لترسيخها في أذهاننا. نقدم عبر وثائقي يلخص مجمل التضحيات التي قام بها المغاربة في سبيل الدفاع عن الوطن وتحريره من الاستعمار. يصادف عيد الاستقلال في دولة المغرب يوم 18 من نوفمبر. توجد المرحلة البطولية لمغرب شعبا وقيادة ضد فرنسا لقرابة 44 سنة. بدأت من سنة 1912. ففي سنة 1912 قامت فرنسا باحتلال المغرب بقصد استغلال ثرواتهم وذلك تحت الذريعة. فعمل الشعب المغربي على إصدار العديد من المنشورات والبيانات وذلك من أجل توعية المغاربة بأهداف الاحتلال الحقيقية. ولقد قاوم جميع المغاربة هذا الاحتلال وذلك من أجل التخلص منه. وقد حاولت فرنسا تقسيم وحدة المغاربة إلى القيام بمظاهرات في جميع مناطق المغرب من أجل رفضهم. وفي سنة 1953 تم نبي الملك محمد الخامس إلى مدغشقر وبورسلقة مما دفع الشعب إلى الثورة. وبعد أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صوت الحسن ينادي بن سالك يا صحراء فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحت حرة. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحت حرة. موعدنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء موعدنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء.
ثقافية، والفائز أو الفائزة سوف يحصل على جائزة تقديرية لهذا الفوز. دابا نسألكم واحد السؤال الأول، اللي جاوب عليه صحيح غادي تركزوا مزيان، اللي جاوب عليه صحيح غادي يكون هو الفائز، غادي تسجلوا الاسم ديالو القسم، ورا غادي نروحوا للسؤال الثاني، نفس الشيء الفائز سوف يحصل على جائزة، وكذلك بالنسبة للسؤال الثالث. اللي بغى يجاوب ما تقدرش يطرح سؤال الاستاذه، اللي بغى يجاوب بها سرعو وتعطيه الكلمه يجي هنايا ويجاوب، ما تجاوبش تما. احتفظ بالصوت، احتفظ بالجواب عندي حتى تجينا ونقول لك. متى زار المغفور له محمد الخامس رحمه الله مدينه طنجة؟ اعيد السؤال، متى زار المغفور له محمد الخامس مدينة طنجة؟ الأستاذ الاجتماعيات راك تما راك تما سمعنا. شكون اخر اللي غادي يجاوب؟ يلا كون عنده الاجابه انت هنا؟ هناك الجواب؟ اجي هذه قريت واحده في المطالعه يعني القراءه في المكتبه العربيه قريتوها يعني في مكان تكون نص. نعاود السؤال؟ السؤال الاول ما اسم الثوره التي قام بها محمد الخامس مع شعبه؟ ومتى؟ وجود الاستعمار هي بغيت غير الشق الاول. الشق الاول الثاني يلا اجي هاجي قولي لنا انت يلا قول الاسم ديالك قولوا تعاملوا بيناتكم يا تقول له انت قول جاوب وكملوا السؤال ثورة الملك والشعب حسن جدا هي ثورة الملك والشعب مزيان صدقوا للصديق ياك سمعتوا الباب كلشي كان صافي لينا اذا تقدروا لينا التاريخ لينا 16 مايو 18 لا
لا كانت قبل خرج يلا نقص شويه زينب المالكي رياضيه مشيت تما كنت اختار مشكل نعم وشكرا جزيلا